بعد ان انا بعيد. ايه يا بص عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ منور الدنيا. تيجي تشرح؟ تعالى فدنا يا بان. بص احنا بنسعى ايه بقى؟ ايوه يا جدعان اسقص يا جدعان، ده النجم بتاعنا هنا في المنصه، ده المسيطر، ده عليه في الاحياء وهيجي لك تحت. ماشي يا عم. بص احنا مش هيبقى بقول لهم الاحماض دي حاجه اسمها احماض دهنيه، حلو؟ دي عباره عن روابط احاديه. بص رابطه واحده، بص في حاجه اسمها رابط ثنائيه يعني اتنين، حلو؟ رابطه احاديه دي قويه، فبقول لهم ايه؟ يبقى المركب ده قوي وساند نفسه بما انه بيتركب من مكونات قويه، ولا هيبقى ضعيف؟ لا هيبقى قوي وساند نفسه، فيعمل لي حاجه اسمها ليبيدات صلبه قويه وماسكه نفسها، ولا ليبيدات مايعه وسائله؟ صلبه. طب تعالى بقى نستنتج العكس. يبقى لو انا عندي الاحماض الثانيه الضعيفه، يبقى الاحماض الدهنيه العكس الغير مشبعه بتحتوي على الروابط، ايوه، ثنائيه اللي هي اللي شفتها بالظبط، ضعيف. الله يا جدعان، والله يا جدعان اشرح مكان يا ابني والله. يبقى ايه؟ تحتوي على روابط ثنائيه ملا ضعيفه، وبالتالي حلو اللي هي ضعيفه، حلو، وبالتالي هتعملي ليبيدات ضعيف. بالظبط، اللي هي صلبه ولا سائله؟ سائله يا باشا. ما دام صلبه وسائله سائله. بالظبط، ما انت قوي وساند نفسك فتبقى في الحاله الصلبه. لكن معاكم منظر يا جدعان والله تفهموا الاحياء. حبيبي سمعني. اخوي حبيب قلبي. اخلص الحته دي ونيجي نشرب لنا فنجان قهوه كده. خلصه؟ بعد اذنك. قشطه؟ انا خلاص اخلص دي قهوه. ايه؟ اتنين. قشطه يا جدعان. طيب يبقى احنا كنا بنقول ايه؟ فيبقى